على ذمة قناة الحياة تنشر جمال بالماضي يقرر مغادرة الجزائر دون الرد على رئيس الفاف وليد صادي بالماضي غادر عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الجزائر اليوم كان طالب مهلة 24 ساعة للرد لكنه لم يرد على الفاف الأمور بقيت على حالها والفاف ستصدر بيان مساء اليوم لكشف خلفية القضية والمفاوضات مع الناخب الوطني السابق أقول على ذمة قناه الحياه